للإعلام الإلكتروني دور كبير وهام في التحسيس وتوعية الناخب والتجنيد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتنوير الرأي العام من خلال نشر محتويات وبرامج هادفة. الصحافة الإلكترونية تقريبا باتت تهيمن على المشهد الإعلامي نتيجة توسع وانتشار التكنولوجيا، من الطبيعي أن يكون الإعلام الرقمي تقريبا سباق ويكون رائد في المتابعة. نحن نقوم بدورات تكوينية مكثفة لفائدة الصحفيين والتقنيين من أجل معرفة التعاطي الأمثل مع هذا الوضع الخاص. دور صحفي المواقع الإلكترونية لا يقتصر فقط على التوعية والتحسيس، بل يتعداه إلى التصدي ومحاربة الأخبار المغلوطة وإطلاع المواطن على حيثيات العملية الانتخابية من مصادر موثوقة. كما دعونا مسؤولي المؤسسات الإعلامية إلى التحلي بمستوى عالي من المسؤولية واليقظة وتوخي المهنية والاحترافية على التعاطي مع مختلف الأحداث والقضايا الراهنة والتعامل بمهنية واحترافية مع ملف الانتخابات. راح نقدم خدمة إعلامية راقية، راح نقدم معلومة. مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية هي ميدان خصب للفيك نيوز. احنا راح نعمل المستحيل لمحاربة أولا الفيك نيوز، المعلومة المغلوطة، وتقديم معلومة صحيحة. آليات والاستراتيجيات الواجب اتباعها من طرف الصحافة الإلكترونية لفضح مختلف المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر خاصة في هذه المرحلة الحساسة. مسؤولية هي اليوم على عاتق هذه المواقع الإلكترونية، والهدف زيادة الوعي والحس الوطني وتحسيس المواطنين بأهمية هذه الاستحقاقات.